العالم شباب اللي اكثر بمخدرات العالم. ويلكم برنامج البيني وبينك. شلونكم شلونكم شلونكم؟ ان شاء الله كل الزينين. هاي اسبوع طبعا كلش حلوه هنا يم البابلون، لانه هاي اول اسبوع نروح برنامج صبح بس مباشر وبرنامج بالليل مباشر. ما اعرف شلون بدنا نعملها. خطيه مصورين، هذا خطيه شوي له راح يوقع اصلا، ما يقدر يقوم بعد خطيه. بس والمخرج ما اعرف المخرج نساء اسمه نساء عائلته، بس عتيادي مو مشكله. بدنا نصير كلش قوي هيجي وكله فور يو، لانه نحبكم كلكم واحد اللخ. نارين شلونك؟ هلا نور، شلونك انت؟ ويلكم باك. شكرا. مشتاقين عليك هوايه هوايه. واني اكثر مشتاقه. تسلم. Thank you so much for coming back. هاليوم برنامج حلوة عندنا فالضيف. أبد ما جبنا هاي نوعية الضيف، يعني بالنسبة اختصاص المالتس، وانتظرنا الموضوع ما رايد أحكي هواي بيها بصراحة، لأنه ما نقدر نضحك لهذا الموضوع المخدرات وهاي الشغلات. بس راح نلعب one of my favorite games today. What's in the mystery box? So let's begin. هاليوم يوم تركوازي. This is بيني وبينك on Babylon TV. بصراحة يعني مثل قلت، يعني ما أريد أحكي هواية موضوع المخدرات وهذا الشيء، لأنه مو فد موضوع نقدر نضحك هواية. بس تعرف شنو، إحنا كلنا مرات، مو كلنا بس أكو شوية ناس يعملون فد غلطة بالنسبة لهذا الموضوع. الواحد خلينا نقول يشرب too much، أوكي، وما يقدر يعني يعمل كنترول الجسم مالته، أوكي. شوف هاي الفيديو هسه شفناه قبل ساعتين شباب. Can we play this video؟ لا مو هاي، مو هاي، مو هاي. What are you guys doing؟ هذا انتظرنا هاي. Wait for this. Wait. جيبوا ايه. اثنينكم مو بس واحد. فشوف. فشنو درس لهنا؟ إن أنت راح تشرب هواية، لا تشرب من واحد هم راح يشرب هواية، لأنه هو واحد يعمل تركيز اللخ، فيعني ما يصير هيك شيء. Okay. You have to be controlled. لازم عندك فت صديق مسؤولي. صحيح. Okay. So that's it. الفيديو الثاني هسه شوفنا شوية. هاي طلعت أخبار بكل العالم بالبداية للشهر، إنه أكو فد واحد يقول أني أقدر أرجع واحد ورا يموت. يعني ورا ما يموت يرجع، يقدر يرجعها. هذا شيء كلش عجيب. فالافات ناس جو هاي بالجنوب الافريقي يريدون، خلينا نشوف شنو شلون. لارين واتش ذس. يلا. اوكي هو مات مو؟ اوكي هو مات. اي قبل يومين مات، واخته هناك واخوه هناك، حتى مرته هناك، العائله كلها، كل العائله. مستحيل. هو شوف 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 مستحيل. صاروا كلهم مجنون، قالوا ها شلون ها شلون. شوف الحلقة. لا they cannot believe it. مين يعني معقول؟ لا بشيني المرأة تقول أبدا ما شفت هاي بالحياتي. الامرأة هاي أخته. يعني خلاص هو قام، خلاص صارت حفلة. هاي جزء من نوعية المخدرات. ممكن مستحيل هيك شيء. هلا فاد، هاي كانت حفلة رحت فت ساعتين ثلاث ساعات وديعتوه أكل. أكو فيديو ثاني ديعتوه أكل هو هيك بعد. إيه يعني ما أعرف شنو هاي الفكرة، إنه والله خلينا نعمل هذا الشو حتى نقول الناس شوفوا ايش قد قوي احنا. هاي مو طريقه قويه هيك. صحيح. لارين لا تقول لي ابد انه اعمل هذول الشغلات، انه ما عندي هذول قوى، انه واحد ما تقول نور تعال. لا انت ارجعها. نور انت بس تحكي عربي هو يقوم. خوش فكره، خلي يجرب هذا الشيء. Alright, let's bring our guest. Very, very, very special. هي أبراجيئية. Please give a warm welcome to ليدا حجنان. هاي حبيبي. الله بخير ليدا. الله بخير. هلا هلا. هاي كيفك؟ شلونك؟ استرحي.
ليدا يعني بش يعني شو حجي حجيلان حجينان حجيلان حجيلان اوكي الله بالخير الله بالخير شلونك؟ تمام الحمد لله. انت كيفك؟ alright الحمد لله. انت من سوريا؟ اي من سوريا من الشام. من اي مدينه؟ دمشق. دمشق اوكي. كلش حياتك هناك يعني كبرت كل وقت هناك؟ اي تقريبا كل حياتك بالدمشق. اي يعني أوكي. انا صلي هون بس 3 شهور. يعني انت كل جديده هنا. كل جديده. زين. اي شنو درستي بالدمشق؟ هلا انا دارسه شغلتين كثير بحبهم اللي هن الفيشل اكيد، وهلا انا بمركز جويل اكيد معروف. تمام. ودارسه كمان علم طاقه وفلك وابراج، وهي القصص اللي الناس كثير بتحبها والناس كثير بحاجه لها خاصه بالشرق الاوسط. هلا لا بتعرف انه الاوروبيين اكثر من عنا بيفهموا له اكثر من عنا. نحن بناخذها بموضوع انه تبصير وكذا وهيك هالقصص المسخره. لا هي علم. تمام. هي شيء كثير حلو، يعني انه انت مثلا في كثير ناس ناجحه بحياتها اوكي. كيف هدول ناجحين؟ شو الطريقه اللي مشيوا فيها او كيف نجحوا؟ ليه انا مو هيك؟ إيش كيف بدي يصير مثلهم؟ عرفت كيف؟ في إلى قواعد، في إلى أصول، في كذا. هي شغلة، هي اسمها الطاقة. تمام؟ يعني هذول مو بس موضوع واحد، عندنا موضوعة الأبراج. أيوة. وعندنا موضوع الطاقة وموضوع الفلك. أوكي. زين. أوكي. خلينا نحكي موضوعة الأبراج، إنه هاي كل السهلة. أي كل العالم تعرفها. هاي موضوع لغة يعني بصراحة يحتاج شوية تفكير. طيب. أوكي. الموضوعة الأبراج. وأنا جاوب. ليش الموضوعة أبراج كلش مهم؟ أنا بقول لك ليش، لأنه العالم كتير بتحب تعرف شو بده يصير معه، بتحب تعرف إنه أنت مثلا اليوم فقت إنه شو بده يصير معي. تمام. هو العالم يعني الغيب الله بيعرفه بس. تمام. بس في شغلات مثلا ممكن رب العالمين يعطينا تنبيهات إله. أوكي. نحن كيف بدنا نعرف هاي التنبيهات؟ أنا كيف بدي أعرف مثلا إنه أنا اليوم رح أتوفق بشي أو رح يصير معي شي أو إلى آخره. يعني عندك هواية إيمان على هذا الشيء إنه الشيء أبراج يقول هذا شيء حقيقي؟ أكيد. لو مو حقيقي كان ما انتشر هلا. شقد حقيقي يعني 100% 50% شقد نحكي يعني معك مستحيل الأبراج ما يطلع غلط؟ شوف كيف، حسب الشخص. حسب الشخص. أي طبعا. يعني مرات يطلع على شخص صح 100% مرات ما يطلع صح. أي. زين خلينا نقدر نعمل تيست على إيه؟ أوكي. يلا بس هلا بدي أعمل لك تيست لإلك. أنت تعملين هذا الشيء على ناس مو؟ أي. هذا الشيء يعني تجاري مو؟ هلا ما انه تجاري، انا يعني بحبه. هل تحب تعملي على ناس؟ اوكي فيني اعمله لحدا او شيء. لانه تعرفين هنا هواي ناس يعملوه على فلوس. لا هلا هذيك ما لي علاقه فيهم، انا هذا حابه شيء، حابه شيء يطلعوا عليه يعني. أوكي. تمام. خلينا نحكي الابراج. هلا اني تمام. اوكي. اني سرطاني. انت سرطاني. انت برج الحب، برج العاطفه. تمام. مع انه انت اكثر حدا بتقول ما بدي حب. لا أنا حبابي. إيه. أنا حبابي. إيه. إيه برج الحب، برج العاطفة. أوكي. أنت حدا حساس كتير، حدا ذكي. برج السرطان عنده ذكاء كتير هذا، لكن عنده أعداء دائما موجودين أعداء حواليه. تمام. في شغلات مثلا فيني حاكيك ياها تحت الهواء. ليش؟ ما استحي. قولي أي شيء. لا مو خجل يعني. بس الواحد ما بده يحكي كل شيء. زين موضوعة الأبراج يعني. يعني أنا عم بعطيك مثال. أوكي مثال. ما بدنا نحكي كل شيء. زين يعني هو يختلف أسبوع ورا أسبوع مو؟ يوم ورا يوم. شنو التأثير اللي يختلف يوم ورا يوم؟ يعني شلون؟ حركة الكواكب. من يحاكم على هذا الشيء؟ حركة الكواكب. حركة شو؟ الكواكب. النجوم. اي الكواكب. فاشتحل يعني مثل واحد مثل تفرجين شكو بالنجوم بعدين تقولين انت هيك وانت هيك. لا 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 مثلا رح اعطيك مثال صغير. مثلا ببرج الثور هلا فيه الزحل مثلا. اوكي مثال نحن عم نحكي. اوكي. بده يأثر على الابراج الثانية بشو؟ بالمال، بالعلاقات. تمام. بالطالع، بالشغل، بالمهن، يعني هاي القصص. أنا عم بعطيك مثال. أوكي. زين أكو هواي ناس يعني هم يقولون هذا الشيء يعني مو مثل قلتي بالشرق الأوسط، يقولون مو حقيقي أو هذا الشيء يعني هيك بس أفكارات مو 100%. شنو تريد تقولين لهذول الناس؟ هلا لا لك شيء، نحن الشرق الاوسط نحن كلياتنا بدنا هذا الشيء، وكل ما حدا بيقول لك مو حقيقي، لدرجه انه في ناس بتفتح الصبح شو بيقول لها برجها بتمشي عليه، لا تطلع من البيت بتلاقيهم قاعدوا بالبيت، لا تحكي معها بتلاقيهم. هلا ليك لا لك شغله، هو حلو بس
خلينا نكون بطريقة علمية علمية بطريقة حلوة يعني، عرفت كيف؟ هاي بالنسبة للأبراج. في شيء أهم من الأبراج، الطاقة. أيوة، خلينا نحكي موضوع الطاقة. شنو هاي الطاقة؟ الطاقة هذا موضوع يعني قد ما تتخيل حلو. ليش؟ في كتير دكاترة غربيين وعربيين، وأنا بحب أكتر شيء العرب، لأنه ليك نحن لازم نأخذ من الغرب الشيء المنيح، ما بناخذ، ما بدنا بوبجي، ما بدنا شيء، بدنا نأخذ الشيء اللي بيفيدنا نحن. أوكي، هلأ في عنا دكتور إبراهيم الفقي، كل العالم تعرفه أكيد، تمام، بيعلمك كيف إنه أنت لازم تكون إنسان ناجح، كيف لازم تكون إنسان بعيد عن الشر، بعيد عن كذا، كيف بدك تحقق طموحك، تمام، كيف بدك توصل للهدف اللي أنت يعني بدك إياه. كلهم هدول الشيء لازم تفكر بيهم قبل تختار تعمل فتشي. مو هيك فكرة؟ عندك مثلا بوزيتيف ونيجاتيف. أوكي، هلأ لك شغلة، قانون الجذب بتعرفه؟ سر الجذب، قانون الجذب ما بتسمع فيه؟ Seven Secrets أعتقد. قانون الجذب. Attraction. تمام. The law of attraction. هلأ أنت مثلا أحيانا مثلا بتتوقع انه انت رح يصير معك شيء سيء، هو ما كان بده يصير معك شيء سيء، بس انت عم تعمل، عم تبعد زبزبات لهذا الشيء السيء لحتى يلف ويرجع لعندك، تمام. نحن لازم انه انت تخلي هذا الشيء بعيد، ما بدنا الشيء السيء، تمام، نحن بدنا الشيء الايجابي. عندك نوت بوك هنا وورقه، شلون تستعمليها؟ هلا انا خلينا نعمل تاست. اوكي، هلا انا فيني مثلا اعمل احسب مراحل حياه نور، تمام. شو مراحل حياة نور؟ مراحل حياة النور. اوكي ماشي. طبعا قلنا لا ما اعرف، المفروض اخوف يعني، ما اخوف، ما اعرف. لا لأقول لك شغله، هلا الانسان جسد وروح، تمام. شو الانسان؟ جسد وروح، يعني رقم. اوكي، روح والجسم. يعني روح وجسد، رقم وحرف. يعني انا بدي اتعامل مع نور برقم وحرف، بدي أشوف نور شو أرقامه، شو مسبب له اسمه، يا ترى اسمه مناسب لإله ولا لا، شو المشاكل اللي عم بتصير. مثلا في أسماء بتجيب مرض لصاحبة، في أسماء بتكون منحوسة، في أسماء كذا، عرفت شو؟ زين، اسمي نور. نور، نور متي. أوكي، خمس ثواني. منو نور متي؟ ما أعرف إن سمعتي لهذا هاشتاج. زين أوكي، تعطيني خمس ثواني. ايه خمس ثواني. اوكي، كتشوف هسه حروف الاسام مالتي. اوكي، الله نور دير. وعنده فتشي كلش عجيب، هذول ما نقدر نشوفه، هذا سيكريت، هذا الشيء عندك؟ اي طبعا. ما اقدر، ما نقدر نقول للكاميرا يشوف هذا الشيء تكتبين. لا، لانه ممكن شيء راح احكي اللي بيطلع لك تقريبا كود، هاي ماكو يقولوها كود مال حمورابي، يعني هيجي بده يطلع اكو هيجي كلمة سر. كلمة سر. لارين انت تفرجين الابراج ما تجبد؟ مال شنو؟ انت ابد تفرجين الابراج مالتك؟ اي طبعا، اهم شيء فرجي، اسمعها يوميا الصبح من صباح بابي. قلت لك كل العالم بيهمها. زين، سؤال، انت تعرفين انه اكثريا النساء يتابعون على هذا الشيء بدل الرجال، ليش؟ اي لان هم يهتمون رجال. رجال. اي شو؟ هم يهتمون بهذا الشيء اكثر من الرجل. المرأة يعني شون مثل ما يقولون انه هي تؤمن انه اكو شيء يعني اللي موجود بالابراج راح يصير، بس مو الكل، اكيد مو الكل، الاغلبيه. انا اقول الصراحه يعني انا ابد ما بتابع للابراج، بس انا احب انه سرطان مالتي هو. أي. هذا ابو زين، ليش اقول له سرطان انه هو مو سرطان؟ هذا حيوان اسمه سرطان، مو اسمه سرطان، سلطعون، سرطعون. ها، هاي كلمه القديمه. عبالي دائما قلت ليش سرطان، لا هذا شيء مريض. اوكي، هسه فهمت. نور، يعني أي. انت سرطان؟ اي. انت شنو؟ انا حمل. حمل؟ الحمل. الحمل، برج الحمل. برج الحمل شلون هم اكثريا تقريبا؟ هلا برج الحمل حدا كثير بحب اهله، صح؟ ايه، متعلق باهله جدا، لكن هي دائما بتحب التجديد، صح؟ صحيح. اي والله دائما تريد تحب التسجيل، نوعيه الشعر مالته، كل شيء، كل شيء بتحب التجديد، بس عندها شويه يعني غيرة، ما بتحب حدا يكون أحسن منها بالفعل. طلعتها 100%. بس في شغلة كمان، أنت برج الحمل على فكرة في شغلة إنه بيشكي دائما من عظامه. أي صحيح، صح ولا لا؟ سوفان والهيسر، عظام ركبة إيدي يعني. طيب، خلينا نرجع الموضوع الطاقة. أوكي، البوزيتيف والنيجاتيف. خذيتي اسم مالتي بس أنت، مو أنا اسمك وكنيتك مثلا. هلأ كنيتي؟ إيه، الكنية. نحن بنقول
الكنية الاسم الكبير اللقب. آسف والله آسف شباب. هلا أنا قلت له أنا ما تحكي ولا كلمة غير عربي. نو. هلا مثلا نور متي عندك أرقامك أنت، الأرقام هي بدي بتدل على مراحل حياتك نور. مثلا هلا أنت عندك رقم 6، رقم 6 دائما بهذا الموضوع بدل على الحياة الجيدة. هلا أنت نوعا ما حياتك جيدة تمام، لا كتير توب 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 ولا كتير هاد، نوعية الوسطي تمام أوكي. هلأ مثلاً عندك رقم 1، رقم 1 بهذا الموضوع بدل على المال بدون تعب، يعني أنت حدا يعني أنا أحب الشغل بدون تعب؟ لا لا مو هيك، يا إما يا إما بعيد الشر يعني أنه دائماً ميراث وورث وورثة يعني تمام، نحن بنقوله ورثة ميراث أوكي. فممكن أنت هلأ ولا حد 30-35 بيجيك ميراث. شو ميراث وترجموا له ميراث تورت شيء تمام. او انت هلا بهالفتره بيجيك مال سريع بدون جهد، بدون ما تبذل الجهد الكبير اللي لحتى تحصل عليه تمام. لكن بس انا ما اريد يصير هيك، يعني هاي معناه انه انا تنبل. لا لا مو تنبل، هيك ارقامك حياتي شو عامله، هذا حظ مالك. هذا حظك اليوم. طيب هلا عندك رقم 7، عندك تعب انت. عندي تعب؟ ايه تعب، في تعب، في تعب بحياتك بشي انت متعبك، السفر، التنقلات الكتيرة. انا ما بعرفك عفوا منك يعني بس انا جديدة على هالبلد، ما بعرف حدا يعني، ما بعرف انت وين كنت او باي اي والله اكو هواية تعب هسه لانه اشتغل هواية بس عتيادي. اوكي اوكي تمام. بس للأسف في عندك نكسة، رقم نكسة شو؟ نكسة رقم 8 بدل على نكسة يعني انه مشكلة، في عندك مشكلة بحياتك. شنو المشكلة بحياتي؟ بقول لك اياها تحت الهواء. شو؟ بقول لك اياها تحت الهواء. ليش؟ فد مشكلة كلش كبيرة؟ خلص تحت الهواء. شنو هاي قنبلة؟ لا. ورا الفقرة. خو ما دا اموت. لا بعيد الشر. لا بعيد، دقوا على الخشب. شنو هي؟ خلص تحت الهواء. هي عطيتك كلش حلو هيك بس صارت مثل الفيلم انه ما تعرف شنو النهائي هسه. زين انا عطيتك امثله انه مشان تعرف، لانه انت الموضوع يمكن جديد او شيء او مو هو مش جديد يعني. هاي سيستم انت علمتي شلون علمتي هذا الشيء؟ اول شيء انا درسته دراسه. درستيها؟ اول شيء انا ليك هو بيشبه علم النفس تمام، فهمت علي؟ يعني أنا عن طريق الصدفة كنت تابع بحب هدول الناس اللي بتحكي عن الكون، عن الطاقة، عن الزبزبات، عن هاي، عن اللاوعي. بس لو خذت المعلومات رح أقول لك، طول بالك علي. فأنا بالشام في معهد تمام، هذا المعهد الوحيد اللي بالشام اللي كان يدرس هذا الشيء، هذا الموضوع أوكي. درسته لمدة 3 سنين وتعمقت في الدكتورة اللي كانت تدرسني اسمها هنادي زركلي. هاي هم بالشام. بالشام مشهورة كتير ومعروفة كتير، يعني هاي لمجرد انك تقعد معها انه ممكن يعني انت تزهل من الشغلات اللي بتقولها. وهيك صارت وطورت اكتر، صرت تابع باليوتيوب، تابع مثلا في مثلا شيء اسمه السب المنال، اكيد ما حدا سمع فيه. هذا الموقع بيعطيك كذا قصة انه انت اي شيء فيك انت بدك تغيره فيك تغيره. حكيت من واحد انت خليني اقول عملتي تس بهذا الشخص خليني اقول، وقالوا انه مثلا قبل يروحون فد سفرة او قبل يروحون يعملوا اختيار فد شيء خذوا خلينا نقول نصيحة منك، وحقيقة صار الصح وراء عملت لهذا الاختيار. شقد مرات هيك تعطي المعلومات على ناس؟ يعني هاي الشغل تعمليها كل يوم او كل يوم كل لحظة بالبيت؟ اي حدا ممكن يستعين فيني بهذا الموضوع انا اوكي بجاوبه. ومن اي واحد تشوفين يقول لك تعطي انت تعملينها مال فنجان يعني؟ لا 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 تقربني على الفنجان. هاي لا كانت كبيره ليه؟ لا لا لانه الفنجان شغله يعني ما لها علميه ما لها منطقيه، يعني قزز فنجان كلاوات يعني حكي فاضي يعني. اوه شويه شويه الناس راح يصيرون عصبي هسه. لا لا مين بحب الفنجان؟ قلت الفنجان مو فد شيء مثل ال 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 لا لك شغله اشرح لك شيء عن الفنجان. الفنجان هلا كنت عم بحكي لهم انه من ايام الفراعنه بس ما كانوا يشربوا قهوه طبعا، كانوا بياخذوا بطريقه شيء. الفنجان هو عباره عن رموز
تمام. الفراعنة والبابليين والآشوريين كلهم كانوا يرسموا القصص على الحيطان الرموز، أوكي؟ فكل رمز بدل على شيء. فلما الواحد عم يعمل هيك الفنجان وهذا، فعم يطلع له مجموعة رموز، تمام؟ هلأ مثلا رمز الشمس بيوحي لشي، القمر لشي، الرقم لشي، هيك هو. بس الفنجان؟ بس للأسف إنه يعني كتير صار مبتذل. لأنه تعرفين صار في التجارة كبيرة هنا، الناس دي يدفعون 25,000 دينار، 50,000 دينار يصطفلوا حتى يقعوا الفنجان. هما اللي كان أفكر أفتح فد شركة هيجي تفتح فنجان. إيه أفتح فنجان راح أقول لهم بدأ أشوف هيجي 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 ما أعرف. ما لك شريك مالتي لارين. في شغلات أقوى من هيك أنا برأيي. إيه. العلمية. إيه العلمية والمنطقية والشيء اللي ممكن إنه يكون حقيقي 100%. أو فيك تسأل كتير عالم وهلأ هن عم يتابعوني على فكرة وكانوا مجربين. وبيعرفوا شو عم بحكي. زين راح نعمل تاست على كل الموضوع. لا 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 حرام نبدي عليك. نبدي من محمد شوكليتي، اوكي؟ وراح نجيبه وراح نشوف وقلنا شنو الحياه مالته. انت بتخلص الحلقه. ما راح تروحين بدل يوم لانه عندنا هوايه مصورين، اوكي؟ كلهم ما شاء الله. لا سو ليدا ذيس از فيري انترستينج. وما اعرف هاي علم نفسي، هاي موضوع العلم نفسي. سو هي كلش انترستينج كلش. انا شوف هلا اذا انا بقعد معك لبكره ما بخلص. ها هيك موضوع كبير هو. لا بخلص. مع الاسف ما عندنا وقت بس لازم نخلص هسه. ليدا شكرا، ثانك يو سو ماتش وجود لك وذ ايفري ثينج. شكرا كثير. ولا تروح لاي مكان، لازم نروح هسه عندنا اللعبه. هي لعبه يحتاج العلم نفسي. اوكي اوكي يلا. لها اليوم لعبه باكس اوف لايز، يعني صناديق الكذب. زين هاي يحتاج شوية علم نفسي. استرحي أو تريدين تعالي هنا. أنا دائما أقول لهذا السؤال. أنا وأنت بدنا نلعبها؟ أي استرحي. لك هون لي الأسئلة. إيه بس دري بالك إذا توقعين. أي دري بالك. زين ليدا. نعم. أنت كل الزين بالموضوع الواحد تعرفين يكذب يعني لا؟ مفروض. أكيد. موضوع هذا علم نفسي مو؟ أكيد أكيد. هو في حركات من الجسد يعني. بس إذا لعبة ما بعرف. عندنا تسعة صناديق. أوكي. راح أخذ في الصندوق هنا. أوكي. أكو في شيء بهذا الصندوق. عندي اختيار، عندي أقدر أقول لك حقيقي شكو بالصندوق. أي. أو أقدر أكذب عليه. أقول كذب. فالكذب أقول هذا في شيء لخ. وأنتي عم تقولي إنه هذا شيء كذب أو حقيقي الحكي ده أقول. فهمتي؟ بس أحياناً بيكون فيها هي لعبة يعني. هي لعبة بعد يعني. لا لا تخاف. لا لا ماني خايفة بس تعرف شو؟ أوكي. ممكن تحطي شيء مو متوقع. يعني. زين أنا راح أعمل أول شيء وبعدين أنتي راح تعملين واحد. أريد رقم الواحد. زين. Yeah. فيجوز راح أكذب عليك يجوز لا. فهمتي؟ فهمت. شباب أوكي. هذا الشيء أشوفه هواية مرات، هذا الشيء أشوفه بالهواية حلقات. هذا فت حيوان. زين هذا فت حيوان بس لعابة حيوان. ألوانها برتقالي. تعرفين شنو هذا؟ مو بزونة، قرايب البزونة. فوكس. فوكس ثعلب. ثعلب. ثعلب برتقالي. لعابة الثعلب برتقالي. لا هذا هذا حقي. هذا دا أقول لا كذب. هذا كذب؟ صح كانت عنقبوت. 1-0 اوكي فهمتي؟ ان شاء الله يكونوا كلهم. هسا انت تختارين واحد وانت اختيار تقدر تقولين حقيقي ان كذب. طب خمسه. خمسه. رقم خمسه. خمسه. زين خذي الخمسه والوقت تطلعي ادري بالك لا تشوفوني ولازم الكاميرا يشوفوها اوكي؟ لا انت ما لازم تشوف. ايه بس يشوفوها على الكاميرا حتى الجماعه يقدرون يشوفوها. لا تغش. لا ما اخذ انا مو نوعيه الغشيه. زين بس هيك اعمليها اعملها هيك حتى الهاي كاميرا تقدر تشوف. زين شكو في شيء بالصندوق. شيء بخص الانسان. شيء بخص الانسان. شيء بخص الانسان. اي بخص اعضاء جسم الانسان. ايده رجله كذا يعني فجسم مال الانسان. ايد رجله. اي نوعيه هذا؟ اي هذا راس. هذا راس.
هذا راس؟ ايه. اكو فد راس هنا؟ ايه. راس مو حقيقي. راس مال منو؟ في راس انسان بالصندوق؟ هذا شيء مو راس. انت كذب ولا صحيح؟ مو هيك اللعبه؟ ايه. ايه كذب ولا صحيح؟ زين شنو الوان الراس؟ اخضر واصفر. السكين مالته اخضر؟ ايه. ايه. وشعره؟ تقدر تشوفي مالته اصفر. اصفر. هو اخضر واصفر؟ ايه ايه. هذا الشيء حقيقي ولا لا؟ أنا إذا أقول هذا شيء كذب. طيب أكيد كذب. كذب. واحد واحد. شنو كان؟ هو في أزرق بس ما في أصفر. آه. في راس. وبيخص الإنسان لأنه هو الناس بتحطه. بلبل هذا بلبل بالعربانة. زين واحد واحد. آخر واحد أوكي؟ يلا. هاخذ. تسعة. يلا خلي أخذ. خلينا على التسعة أنا بحبه لأنه رقم الحظ. تسعة. ايه. ليش تحبين رقم التسعة؟ لأنه هو رقم الحظ دائما التسعة. رقم حظ مالتك؟ مو حظ مالتي، الكون كله. الكل شيء يحاكم رقم التسعة. تسعة. يعني إن مثلا تشترين فتشي إن هو 6000 لازم تزيدين 3 لقصة لا تصحى لا لا بس أما بدك تسحب يا نصيب إيه خليهم تسعات. إيه أوكي أنا هيك دا أشوف إنه مثلا أوكي عادي عادي زين أوكي. رقم التسعة أوكي. رقم التسعة تعرفين شنو هذا؟ فنجان الشاي. فنجان الشاي بس ما بيها شاي بيها. تعرفين شو بيها؟ بيها بصل. بصل هذا ملك تبكي بوقت تغسيها. أي بصل. هو بصل صغير لأنه هذا يروح داخل الفنجان الصغير. هو دائما بصل هيجي كبير بس هذا بس هذا البصل صغير. أي. لا مو صحيح. أكيد. كذب. كانت صحيح. سوري 2-1 لأنه بصل بالكاس الشاي يعني. عادي 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 يعني ما أكذب هوايا بس يعني مرات. هيدا شكرا. Thank you so much. شكرا إلك. شكرا. استرحي ابقن ويانا. شيف بعد عندنا. شوف ماجازين عندنا. حياة ويانا أحلى. بصل كاس الشاي.